أيها الحق الكريم، احتفاء بهذه المناسبة التي درج عليها مركز داود كرم الترب، وحرصا منه على تكريم طلاب أبنائه الذين يدفع بهم إلى الجامعات وإلى الحياة مواطنين مزودين بالعلم والثقافة، نجتمع بكم لتشاركونا هذه المناسبة نهاية كل عام دراسي. فباسم القيمين على هذا المركز وباسم الزملاء أفراد الهيئة التعليمية، نرحب بكم ونتمنى لكم ولأبنائكم حياة كريمة سعيدة. أيها السادة، لقد عايشنا طلابنا لسنوات، والمدرسة كالبيت تجمع على التحاب والألفة، والمعلم المعلم أخ وأب ومربي في آن معا، يعمل بصمت دأبه تأدية رسالته خدمة لأبناء مجتمعه ووطنه وأمته. وما أحب أن أستفيض فيما يعانيه المعلم نسبة لما يقدمه، فنكون كما يقال بمادح نفسه. إنما أريد أن أذكر بهذه الصورة التي غامت قليلا وسعت إلى تشويهها أيد خفية وظاهرة، آخرها ما سمعناه عمن يطالب بطرد المعلمين واستبدالهم بمصححين من دول مجاورة. فما طالب معلم بحق مشروع أو رفع غبن إلا وصوروه جشعا يسعى إلى الكسب المادي بالمطالبات المستمرة والإضرابات، وباتت مطالبه مرادفة للغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة العبء المادي على أهالي الطلاب وبالتالي على المجتمع. كل ذلك ليخنقوا صوته ويماطلوه بحقه حتى في مطالبه التنظيمية التي تؤمن له الحد الأدنى من الاستقرار وحياة الكفاءة. ومع ذلك سيبقى الاسم التعليمي ابن هذا المجتمع وفيا له ولرسالته التي نذر نفسه من أجلها. لا يثنيه شيء مهما فتت الظروف وكثرت المصاعب. وخير مثال على ذلك بقاء المدرسة منارا هادية حين انهار كل شيء تجمع أبناء الوطن، وظلت النور الذي يؤسس لقيامته وبعثه من جديد. ولنكن جميعا يدا واحدة لخدمة أجيالنا. التبرية مساهمة في صنع الفكر وتقويم النفس، ورصيد لبنان الأول أبناؤه الذين ضاق به المكان، فارتادوا الأرض يثبتون لأنفسهم مكانة مرموقة أينما حلوا. هذا الرصيد لا يقاس بلغة التجارة وأرقام المال وقطاع الإنتاج كما أشير. فهل قرانا نذكر ما صدرت شواطئنا قديما من بضائع وأرباح وعائلات؟ أم ما زلنا نعتز بأنهم حملوا الحبل، حملوا العلم، حملوا مشعل الحياة من على هذه الشواطئ؟ ومن أجدر من مؤسساتنا التربوية في مواصلة العطاء لبقاء هذه الشعلة تتوهج لهبا ونورا. هذا قبس مما قدمته هذه المؤسسة. كلمة الصفوف الشهادية شهادات الرسمية للطالب جولي متر.
التربية والرياضة والشباب الأستاذ جان عطيف، حضرة رئيس المركز الأستاذ تيمون كرم، حضرة أفراد الهيئة التعليمية، حضرة الأهالي الكرام، مساء الخير جميعا وأهلا وسهلا بكم في مركز داوود كرم التربوي. من هنا من على هذا المنبر أنظر إلى الماضي بفخر واعتزاز وفرح، لأني وزملائي وزميلاتي استطعنا أن نصل إلى نقطة تحول هامة من عمرنا. مضت سنوات طوال منذ أن جلسنا على مقاعد الدراسة الأولى، وللحظات أسترجع طريقا مشيناها خطوة خطوة بتعب وبفرح بقلق وبجهد. أرى تجارب خضناها سوية مع بعضنا البعض ومع أساتذة أحبونا وأحببناهم، وكنا كعائلة واحدة داخل منزل كبير كان بمثابة منزل ثان لنا. كلها لحظات تمر أمامي تعود بنا أنا وزملائي إلى أجمل الذكريات التي لن تفارقنا أبدا. تشاطرنا خلالها اللحظات السعيدة والقلقة إلى أن وصلنا إلى هنا، إلى هذا اليوم الذي نترك فيه مكانا يعز علينا مغادرته ورفاقا نبغض أن نودعه، ومربينا يصعب علينا فراقه. نحن الآن نحمل في صدورنا آمالا كبيرة بعدما قطعنا شوطا طويلا وأنهينا مرحلة دراسية مهمة، حاملين معنا أمانة زرعها مربونا في قلوبنا وعقولنا، ألا وهي العمل على إنهاء مشوارنا بما تمنوه لنا دائما، أي النجاح والتوفيق التحقق والاستمرار بالعمل من أجل الإنسان ومن أجل وطننا الحبيب لبنان. ومن هذا المنبر أنظر إلى المستقبل بأمل وشوق لأن نصل إلى ما نصب إليه ونحقق أهدافنا بأن نبني أنفسنا أولا ومجتمعنا ثانيا وبالتالي وطننا الحبيب لبنان. زملائي وأنا تعلمنا على مقاعد الدراسة أننا إذا استطعنا أن ننجح كأفراد بإمكاننا أن نبني وطنا قويا موحدا بالتأكيد حرا مستقلا. ومن هنا من هذا المكان زملائي وأنا نود أن نشكر جميع الذين رافقونا على مدى دربنا الطويل. نود أن نشكر إدارة مركز داوود كرم التربوي على كل الذي بذلوه من أجلنا من جهد وتضحية، وعلى رأسهم الأستاذ المربي تيمون داوود كرم. والسيدة الفاضلة لينا كرم غازي. ونود أن نشكر أساتذتنا الذين هم معنا اليوم، وأولئك الذين عرفناهم يوما وما عادوا معنا، وأيضا أهالينا من أباء وأمهات. وأيضا أهالينا من أباء وأمهات لدعمهم الدائم ورعايتهم الراشدة. وأخيرا وليس آخرا نشكر معالي الوزير جان عبيد. وتشريفه لنا اليوم مع جميع المسؤولين والضيوف الحاضرين هنا، شكرا لكم لمشاركتنا فرحتنا وشكرا. على قدر ما تحمل هذه المناسبة من ذكرى عذبة ستبقى في أذهان المتخرجين، فإن قلوبنا يعتصرها شيء من الأسى لفراق طلاب احتلوا جزءاً هاماً من حياتنا المهنية. كذلك فطلاب الصف الواحد
إخوة الصف الواحد أخالهم لا يجتمعون كما هم بعد يومهم هذا، ولا بد أن يكون لذلك قصة تخالط فرحتهم بالنجاح، لكنها سنة الحياة وقدر كل إنسان. أيها السادة، وهذه سلة تتطلع إلى مستقبل واحد، نأمل أن تفتح أمامها أبواب الحياة مشرعة، وأن يحقق أفرادها ما يصبون إليه من طموح وأمان. كلمة صفوف برنامج الهاي سكول للطالب لارو جورج. John Abed, Mr. Simon Caron, our dear teachers, my beloved fellow students, ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to have you all here with us on this very special day, when we rejoice to witness our graduation ceremony. It is an honor to have you all share with us these memorable moments as we leave a part of us, our lives behind and move on to a new stage, full of challenges and expectations. It has been a fruitful experience here at David Gutter, since it's very important to feel comfortable throughout our academic years. David Gutter Educational Center has provided us with the perfect environment for learning. This is clearly reflected in our teacher-student and peer relationship. I have found that teachers not only carry out the responsibility of teaching, but also make an effort to befriend their students and bring out the best in them. Aside from the great teachers, friends play a great role in helping each other. I can happily say that this school has provided me with a number of lifetime friendships that I'm really proud of. Along with feeling comfortable and having strong relations with my teachers and friends, I have learned to have a great deal of responsibility and to know and appreciate the importance of education and its effects on leading a successful life. For example, after studying with Mr. Raif Mufarraj, who I think is the greatest biology teacher, I have decided to major in biology. Mr. Mufarraj's method of teaching has made me fully aware of my future career. I'd just like to say that I'm really honored to have graduated from David Gutter. And finally, I would like to thank my teachers especially, and all of you for being here, and hope you all have the greatest time. Good luck to my friends, and thank you. ونحن بدورنا نتمنى لهذا الصالح
أن يستمر بالعطاء كما نتمنى للقيمين عليه دوام العزة والتوفيق مع رئيس المركز الأستاذ سيمون كرم. فلا يحول ولا يزول ولا يتغير.
المنتجين مهما ابتعدتم لا تنسوا وطنا حضنكم ومعهدا رعاكم. فرافقكم الله في يوم تخرجكم وملأ ايامكم عزة وتوفيقا. عشتم وعاش جدنا. الإشارة عن اللوحة تذكري. ولتلبية مقوماتها وأهمها المعين سيادة الوزراء
فإن أفعالكم وأقوالكم تنطق بحقيقة مواقفكم النبيلة تجاه المعلمين الذين يقدرونها حق التقدير، ولكم منا جزيل الشكر والامتنان. ويشهد لكم ما نراه في وزارة التربية اليوم من ورشة عمل في تحديث المناهج وتطويرها مواكبة للعصر، وحتى لا نخرج من موكب الحياة نبحث وراء الأمم ولا نجاريها بشيء. إن تعقيدات الوضع اللبناني ترخي بظلالها على التربية فيه، فتزداد مهمتكم صعوبة وتزداد عزيمتكم مضاء وتصميما. في أي بلد فإن وضع كتاب للتاريخ أو للتربية المدني أمر من البديهيات، أما عندنا فهو حدث يستحق الاهتمام والحذر والتعود، وبلوغه كالسير في حقل الغام. وهذه مأسورة لكم أن ينجز ويوضع موضع التدريس إن شاء الله، ليكون الأداة التي تجمع المواطنين في بوتقة واحدة سعيا للانصهار الوطني. وأخيرا القول الفصل ما نسمعه على لسانكم، فالكلمة لكم سيادة الوزير، تفضلوا مشكورين. والتربية
الأمل كما قال بعض الطلاب يصل إلى مصائف رسالتي، أكاد أقول أنها هي المقياس للتعليم. ليس هناك بالتعليم صحيح وسليم إذا لم يستقم على أساس تفهم صحيح وسليم. لابد من كلمة في زمننا ونحن على مشارف هذا السنة. تحدثنا بعض الطلاب الأعزاء عن العظمة ونحن لا نمر إلا مرور الكرام بما يلقى من قيد الفكر وبما يصاب من مصادر الأفكار التي تحكمنا التوقف. صون العالم صحيح وكاد يتحول إلى قرية كبيرة أيضا أمر صحيح، ولكن العالم لا يمكن أن يكون أو أن يتحول إلى لون واحد أو إلى إمرة واحد أو إلى ما يسمى الإلغاء الواحد للآخر، وهو يسقط ما زاد على تنوعه الغني في خصائص الوطنيات والقوميات، في خصائص الأعراق، في خصائص الألوان، في خصائص القارات. هذه الخصائص حققت وأنجزت وكونت الغنى الإنساني والبشري. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأمم التي أصبحت تتصل ببعضها كلام الإسلام في مصر، ومع ذلك فمن دواعي هنا هذه العظمة من دواعي هذه العظمة ومن دواعي إنسانيتها أن تظل أمينة وفية متعمقة متأصلة بالنور وبالتراث وبالعطاءات التي تراها فوقها النصيب الإنساني. هذا النصيب الإنساني لا نحفر في طبقاته لننقش الأمور، ولكن لننقش المعاني والثواب التي تراكمت عبر التاريخ، والتي لا يصح لأي تقدم ولا تستطيع أي إنسان ولا يقوم أي سلام في هذه الدنيا إلا أن يأخذ سقوطها وتكافؤها بعينه. قدرنا في ذلك من البساطة فيه من العقل، قدرنا فيه من السهولة فيه أيضا من الثبات ومن دواعي الحكمة. فإزالة خصائص الآخرين وكراماتهم وحقوقهم ومقدساتهم أمر سهل في البداية، ولكنه نفع لحروب ومصنع لثورات ولتمرد ولانتفاضات، بل أكاد أقول لمنطق الإلغاء المتبادل وليس الإلغاء الأحاديث الآخر. بذلك تتقهقر الإنسانية وتعود إلى الغرب. أنتم تعرفون أن الابن الأول لآدم حاول أن يلغي أخاه، إن منطق الغرب ظاهر على الإلغاء، أما منطق الحضارة والتقدم، منطق المدنية، منطق الإنسانية قائم على أساسه تكامل الكرامات، تكامل المقدسات، تكامل الحقوق، تكامل البشر. هذا الصرح إن لم يكن له من فضل إلا أنه أسس مثل هذه الروح فيكفيه ذلك الفضل. يكفيه لمن أسسه، لمن رعاه، لمن دعمه، لمن يحمل الأمانة والرسالة بعد أن مر عن وطننا ذلك الخيم الأسود الذي كان يحمل ما في أعمال شعبنا من كنوز لا تغني ولا تغلق. هذه كنوز، كنوز الثروة الإنسانية في لبنان، ليس في لبنان ثروة لا تنضب بمعنى المعادن، إن في ثروة لا تنضب بمعنى الضمان والعقول. أول المتخرجات والمتخرجون شهادات عون
ولكنها تصبح عبئا عليكم اذا كفيتكم منها بالحياه بالاوراق والمكونات. هذه زين الزمان، اما ما يظلم النفوس هو ما اخذتموه من هذا النحو من عميق تمسك بالفضاء بالقلب بالتراث بالاصول بجدارنا باحترامكم لكرامات بعضكم بمحبتكم لبعضكم لمعنى عن اختلاف الرأي واختلاف الرأي لا يستنيك بقصيده، وانتم تعرفون ان هذا الوطن يحكم وسيكون على صورتكم فبقدر ما تكونون رحباء رحماء واسعي قلوب واسعي عقول بقدر ما يكون لبنان وسيظل لبنان باذن الله قائما امينا على رساله لساعه الحكمه الاحترام الإنساني والتكامل بين الحقوق والواجبات. هذه الرسالة جعلته منبع عن النور في هذه المنطقة، وهذه الرسالة ستقيم وستجعله دائما أمينا على النور مشعا منيرا كما كان أسلافكم وكما سيظل هذا الصرف بفضلكم وكما سيظل وطنكم أيضا مضاءا بأمثال عقولكم وخلوف مبادئكم وفرحكم الله. نصر الله الرياضيات من هذه الحمله
ونتمنى هذه لي سؤال والله موسى بطر الصوري
سيادي بليال النور كلمة يطل الصياد بيوعى العصفور أحبائنا المشاهدين، رح ودعكم بكم بيت من الشعر على أمل أنه نلتقي بالأسبوع القادم وأكيد مع الشعر. بتكتب شعر لعيون غيري، رح بحيد عن دربك ومعود زهر لك حلا، وأحمل عيوني وفل يما عن جديد ترجع بتكتب لهم مش الشعر الصلاة. تصبحوا على خير. شو قال الساحة والعاني عنا صوت الأم.